هي بوابة الشرق كما وصفها المقدسي بعد أن زارها، وهي بوابة عمان كما وصفها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، وهي سوق الدنيا كلها حسب ما قال عنها الفارسي صاحب كتاب حدود العالم. إنها صحار حاضرة السهل الخصيب ونهضة عمرانية وصناعية تبشر بمستقبل واعد امتد من الماضي العريق لهذه المدينة وميناؤها القديم الذي يعد من أنشط المواني في المنطقة، وانطلقت السفن منه إلى بقاع مختلفة في العالم. والله الوالد هو يعتبر من أوائل المسافرين من أبناء صحار، يعني قد يكون في قبل يعني في الأربعينات سافر إلى الكويت، وسافر في خشب الكويت إلى بمبي ولا كراتشي ولا برو أفريقيا، وبعد بقى فترة هناك وأجي هنا، وبعد ما أجي هنا مرة ثانية صار يسافر في البلد من تزوج، يعني أخذ هو كان لا السابق هناك كان بحار مقدمي، كان مع البحرية مقدمي مقدمي في السفن الكبار عليها شراعية، وبعدين أجا هنا وتزوج. بعد ما تزوج يعني من 6 شهور 7 شهور تقريبا كذا، وسافر من مسقط من صحار إلى مسقط في خشب، السفر من صحار إلى مسقط. من هنا سافرنا في من سافروا إلى كراتشي، وفي من سافروا إلى اليمن، في سافروا إلى مسقط والصور والصومال، فكلها يعني كانت البضائع ذيك الزمان يعني التمور وما التمور ونواحيها والقاشع، القاشع كان بكثرة، وينقل من صحار إلى مسقط وإلى صور وإلى اليمن وإلى الصومال. فكان سفرتهم يعني مش طويلة، كان سفرات طويلة هي اللي هي تجي من البصرة إلى الهند، يبقوا هناك تقريبا سنة وعلى 8 شهور 7 شهور 6 شهور يجوا على الموسم، يروحوا من 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 البصرة يطلعوا على عن طريق الشتاء عن طريق الشمال، يبقوا هناك ريح شمال ريح شمال هي إذا حملوا وحوا يرجعوا كلهم الموسم، يعني ما واحد يرجع خلاص غلق الشمال، فبعدهم يحملوا هناك يحملوا وجههم ويكونوا جاهزين، ولما يكون في أيام يسموها دوار البنديرة من دار الكوس هم جاهزين، جات السفن أشوف السفن تجي من 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 بمبي، يعني منهم يمروا على مسقط ويتزوجوا في مسقط أو هذا حوايجهم وغيره ومياههم منهم وبعض الموان وبعض الهدايا وبعض الصوغات، ويتجهوا على ومنهم يجوا صحار، فصحار ما في يمينه يجوا على البحر، يعني يطرحوا بحر وينزلوا صحار يزودوا بالماء وحلوى واللومي وياخذوا الاشياء اللي يبغوها. زمان في كوز والخشب رايحه على شارع شراع وشراعين وثلاثه، فكانت السفره يعني ما تقول حلوه ذاك الزمان، زمان حلو حلو الشباب والناس اللي ما يسافروا ذاك الزمان ما يعتبر شيء، شباب مثلكم مثل الجماعه لازم يكونوا سفر، هذا هو نخل ابوي اللي كان فيه اخر واحد يعني، فيقول لما اجي اقسم هذا البوم اعرف هذا البوم بومنا اللي انا مسافر فيه، قال كيف تعرفه؟ قال اعرفه من الشراع واعرفه، قال انت تهني في البر وتعرفه، قال تبي تشوف انت هو بعيد هي، قال اعرفه اذا نزلت الباوره، نزلت الباوره اعرفه انه هو، اكد لكم هو هذا ولا لا، ولكن اكد لكم انه هو، فيقول يعني مع الربع اللي معايا يعني قال بشوف، قال بشوف، يوم نزلت الباوره طرح البوم وصل بمسقط مطرح ونزلت الباوره صاح صنقل، قال هو البوم مره كيف؟ قال بس اعرف البوم، قال انا نقول العمار صنقل والبوم هو منه، عيال ابوي نزلوا الى السوق، وهذاك نزلوا الى السوق مسلوق مطرح، وذاك الربع اللي كان معاهم عرفهم العام في مسقط وذاك واحد، قال لا تسافر ولا أنا. قال انا دوم متزوج وانا بعد كذا، قال ابدا، قال انا جاي في بدن المخضانة شيخ سعيد، قال احنا بنسيده، وصاروا على الشيخ سعيد اخو علي 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 الحاج اسمه علي الحاج اخو الشيخ سعيد، وقال احنا نطلبك على علي ابراهيم يروح معانا، ونحن ربعه وصاروا ورانا، وصار على ابوي من رخصه وراح وراهم. الساحل ينادي مسقط، ينقل من اصحابنا السمن الى مسقط، الى مسقط واللومي والهمبه والقاشع، هذا يروح على مسقط، وبعض الدعون والجذوع تروح الى مسقط، وبعض خاصه اكثر شيء التمور، تمور تنقل من صحار الى مسقط والى صور الى صومال اليمن،
كان ينقل التمر الزياده يعني كله تمر اللي هو تمر الجراب يسموه جراب صح المسله ذاك زمان هذا ينقل الى الاكل ينقل كلها الاكل والهند والهند ينقل لها ما من ما يجي عن طريق خشبنا هذه خشبنا صغار اها ما يجي ما توصل ما تعبر على المحيط الهندي يعني هذا الخشب استعبر على الساحل بس الى الصومال الى اليمن وترجع قريبه من الساحل يعني قريبه من الساحل ما تدخل الغبة ما تدخل الغبة خشب صحار في خشب تروح الى كراتشي وصل يعني عندنا جاء الموت وصل الى كراتشي توصل الى خشب كبار لكن هذا البدانه ما توصل الى لانها بدانه صغيره وبعدين المعدات ما كافيه يعني الى الخليج من ايش كان الى الخليج هنا يروحوا مثلا عندك الى ايران ايران والى الامارات والى الخليج يعني قطر كذا يعني يروح يوصل خشب صغار هذه تنقل ايام الصيف مثلا ينقلوا اللومي وينقلوا الموز وينقلوا الدعون والجذوع هذا تنقل الى الحطب دول المجاوره يعني. الحطب والحطب ينقل نعم في الخشب الكبار الحطب يجي سفن من الكويت او بحرين كذا وفي مناجيل يسوي منجال قص الحطب على متر كذا يقصص بصف ويوزن هذا خشب اللي يجي من هناك تنقل الحطب الى 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 بلدان الخليج وخاصه الكويت اما ايران يوصلها الغليون واللومي اكثر شيء الغليون واللومي يوصل الى ايران الى ايران واللومي يوصل الى البصره هذا ينقل من صحاره من صحم ينقل الى وكيف كانوا يتزودوا بالماء اللي هم في طوي هنا عندنا اسمها طوي الساحل طوي الساحل طوي الساحل على البحر مره وهذا عذب ومعروفه عند السفن كلهم يعرفوها مره يعرفوها على الكويت كنت انا في زمان بالكويت سالني واحد من التجار اسمه عبد الرزاق الرزوقي يقول لي كيف طوي الساحل وكيف فلان وفلان قال عدلي صحار كل مناطقه قال انا يقول جاي صحار ومناطق الباطنه كلها وين طوي الساحل؟ حيق طوي الساحل خلاص اندفنت جت شعره عليها ودفنت وراحت اي قال يا ما يقول مزرنا منها مياه ويمدح الطوي يقول حل عدو مر على البحر يقول يخبر ربعه هذنا كنا جالسين معهم يقول طوي على البحر البحر بين البحر يقول طوي يمكن خمسه 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 ابواع 10 متر يقول منها ماي حلو نحن نشوف نحن السفن اللي جينا مثلا ترى من مسقط جينا البضايع اللي هو العيش وتوابعه عيش والحاب والطحين والقرفه والقهوه والبزار والنمنه والثيابات جينا من مسقط حتى جار هنا والتنزيل قدام الفرضه فرضه صحار اللي هي موجوده قدام عند الحصن يمكن 100 متر عن شمال الحصن الفرضه هي فرضه قمرق فرضة تنزل أو الناس تنقل ويبندروا كان مقابل للفرضة. مقابل فرضة هاي جينا من مسقط وأما اللي جينا من برا جينا الجوز واللوز والغضب والملح جينا من 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 إيران هذا جينا من العباس من إيران من يجونا عن طريق البحر السفن كان عندنا صناعة الجالبوت وعندنا سنبوق عندنا البدن وعندنا قديما كان عندنا بغلة جدي كان جد أبوي كان عنده بغلة رغم الأهمية التي كانت تحظى بها السفن التي تحمل البضائع من وإلى صحار والتي ساهمت بشكل ملحوظ في ازدهار التجارة وحضارة صحار إلا أنه سرعان ما بدأت الأهمية لهذه السفن تقل منذ فترة الستينات من القرن الماضي والسبب في ذلك كما يرويه لنا ضيفنا هو إيجاد وسيلة أخرى لنقل البضائع ما كل مالك هو نخضر في بعض الخشب مالكينها ناس هم اللي اخذها في خشب لا في خشب ناخذها غير والمالك غير وتصنع على البحر الساحل ممتد على منطقه الباطنه وكل من يصنع قدام بيته وكان البحر بعيد عن البيوت يعني لو ان البيوت على البحر لكن في مسافه كان البحر ما قضى البحر وايد جانا قدام اول كان ابعد شويه اي ابعد وايد البيوت بعد وايد احنا لما كنا صغار نركض من بيوتنا الى البحر ايام قيض ايام شمس حاره نركض كذا نوصل البحر عن الشمس حرقنا الشمس بعيد البحر بعيد يمكن لا يقل كان الساحل مسافته لا يقل من 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 من, من حوالي اكثر من فوق 100 متر 150 200 متر اي فتجف تسحب
الخشب ايام الجاي ايام الخير، فتسحب الخشب الى قريب البيوت عشان تتصلى، عشان ترمم، عشان يعني تصلى وكذا. البحر ما يحلو، البحر ما يجيها. كيف تتم عمليه السحب؟ عمل السحب خصوصا عن طريق الدوار. هذا الدوار شفت قدامك وراك هذا؟ ايوه قدامك هذا الدوار، هذا الدوار من اربع خشبات فيه، ويلف الحظ مع حد يسحب يسمى مول، حد ياخذ المول وهذا يدوره، وهي البدن والخشبه تحت السمته، وتحت الخشبه يحطوا دعون. دعون يسموه سجم، دعون كذا مثل الرول يعني، مثل اسمه مثل مدارج رول كذا، تحت منه عشان لا يطيح المحمل. هم يسحبوه وينقلوا جهتين، عبارة من كل ما ترك السجم سحبوا خلوا قدام ويكون متوازن حتى يكون لا يميل على جانب. من يقرأ التاريخ باحثا عن أسواق عمان القديمة فإنه حتما سيجد سوق صحار وهو يتربع على قائمة هذه الأسواق، فقد وصف الفارسي صاحب كتاب حدود العالم بأن صحار هي سوق الدنيا كلها، وهو دلالة على كبر حجم هذا السوق القديم. وكان في رمضان، وذلك الليلة ضرب عاصف في الليل، عاصف رمضان، هوا شديد. شوف هذا الخير وهذا الخير اللي من الخيران صارت أربعة خمسة شهور ما حد لهم يطوف إلا بعبرات صيد جرف الدخل البحر والسير والوجه، فصارت الوديان ما تنطاف أبدا، ما شاف كان طوف خارج أيام البحر إثبار أول، إلا كان ثمرة البحر يمكن طوف يدخل البحر بالخور ويغطي في يوم يجي ينزل البحر يا الله ناس طوف، فصار يعبروا بشوش قوارب صغار من سوى حبل يربط حبل هناك وحبل وهذا يجر الحبل يعبر ناس راحين على كم بيسة، خمس بيسات وعشر بيسات زمان بيسات، هي هذيك زمان بيسات خمس بيسات هذيك زمان، وين يجي لك وايد تعبر بخمس بيسات منه وترجع خمس بيسات عشر بيسات يحصل كل يوم او بيستين ثلاث بيسات واربع بيسات معاك الحين البيسة كان لها قيمة هذيك البيسة سوى احنا يعطوا اولادنا ريال قال ما كفي ريال على المدرسة احنا يعطونا بيسة سوى بيسة سوداء بيسة وتكفي البيسة اوه تشتري فيها وايد هذيك زمان صدقني ان سوق صحار من افضل الاسواق سوق صحار احنا من ذكرى الحين يعورنا يعني خاطرنا على كيف راح السوق هذا فيه الاسكيك سكة معروفة سكة سوق الشمامير وسوق السمك وسوق السوق العادي وسوق خيايط وكان في قهاوي والناس مرتاحة لما دخل السوق بس كيف تشم ريحة من السوق من ريحة. السوق ريحة السوق فراسك يعني نحن نذكرها الحين سوق صحار فين راح سوق صحار الناس يسألونه جونا كم قبل أيام يا إنجليزي عايشين من زمان سلطان سيد بن تيمور ويسأل يشوف سوق صحار قلنا ولا سوق صحار قال لا ما هذا طلع صور عندك في جنطة قال بشوف أبا هذا السوق قال هذا السوق روح عنك ما تحصل كان في مناداة كان في مناداة نعم كان في عرسة في عرسة وفي قهوة وفي قهوة شربت في القهوة شربت وليه صنطور يصيح في القهوة قهوة حمد البطاني وسالم الصوري وبعد المن وهذا ما زويد ما زويد الناس من الظهران يحط كيف أفوتك على كتفك زمان بعد ما هي ثياب ما نلبس ثياب نحن كذا وزار وقميص كل زمان ثياب بس خليها ثيابك عندك ثوب ثوبين خليها نحن يوم تصير مكان مناسبات السوق ما السوق هي كل زمان الحمد لله نحن توب في نعمة والله السوق أعتقد في 74 تقريبا أنا كنت مار قدام السوق العصر بروحي مرة طالب جايين معزومين وطلب قدام السوق ومشيت الحارة عندنا من جنوب السوق ما في شيء وبعد ما رحت انا شوي كذا ورجعت عشان جايب ابوي كذا انزله في الحاره انا ساكن من المنطقه اللي منها وابوي ساكن من المنطقه اللي هنا واشوف الدخاخين اقول لا ما تركض ترى اقول حريقه في الحاره شوف الدخان يعود يقود ونحن نمشي لا الحريقه تزيد نحن وصلنا عند الدروف هذيك الزمان ويوم اوصل قريب الحاره بيوتنا ولا لا السوق منك عنا قلنا الحصن هذا قبل الحصن قريب الحصن هذا الحريقه واحنا مسارين نزلت ابوي وانا اركض يوم جينا عند الحصن لا قدام يوم جينا السوق ولا ذاك اليوم كان شمال هو شمال تارزه وخلص كذا انا قلت خلاص برجع اخبر اهلي يلا طلعوا من البيوت هذا الشمال هي قلت وصلت عند الحصن قدام الحصن كانت سكنه هنا
بيوت حصل من الجنوب على البحر، كان سكنه قبل الخور اللي عند مسجد قابوس. قلت أنا وسط الضوء هنا إن كان البركة رصيدة على البلاد نطلع أغراضنا ونهرب من الإسرائيليين. جاي طوفان. جاي طوفان. لكن الحمد لله إن من صار قبل المغرب شيء كذا خف الهواء. خف الهواء. وقبل ماشي مطافي ناخذ بوالدي من البحر خلاف جبنا جابوا ماكينة في واحد اسمه عبد الله حاجي الله يذكره بالخير. عندنا ماكينة جابوا ماكينة من الفرج من بيت هناك ماكينة خلوها في البحر احنا داخلين الماكينة وتصب المي رش السوق عندنا السوق من طوي الساحل عملنا الين الخور اللي سواها سوق الخضرة الحين هذا كله سوق غرب السوق في سكنة بيوت كبار من 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 من, من الحصى والطين على غاط وعلى غاطين لكن على القديمة شيء مثل شيء مسكونه واما السوق هو المره من الحصن ورايح كله سوق هذا من جمال الحصن من القمرق من جمال القمرق قمرق الاصلي كله سوق هذا ليه الخور سمي خور الدواليف هذا اللي دوا الحين في سوق الخضار هاي كله سوق منطقه سوق هذا الساحل ينادي خذها من المجز من المجز وهن كان نقلها توم مجزين سواء مجز صغيرة مجز كبيرة وهي كانت كلها مجز واحدة من المجز وانتو جاي المجز يجيك بالعوينات يجيك عوينات خور السيابي يجيك خور السيابي يجيك السويحرة مصورة يجيك الغيل غيل الشبول شرقا وغربا يجيك الشبول يجيك حلة الشيخ من حلة الشيخ يجيك حلة الصبارة حلة الصبارة يجيك حلة الشيزاو من الشيزاو جاك الحصن هو على جهه الجنوب مركز الولايه تجي من الحصن الكبير تجيك الحجره اللي هي تحت الحصن من الغرب الحجره بعد الحجره تجيك الحظيره من بعد الخور هذا هو سوق الخضار الحين الحظيره من الحظيره تجيك الكروان في هذه المنطقه كروان من الكروان تجيك الزعفران تجيك صلان من صلان تجيك الزعفران تجيك العفيفه من العبيفة يجيك عمق صنقر يجيك عمق من عمق يجيك مجيس مجيس يجيك الخويرية عاد منطقة يجيك الخويرية لين حدود لوا المصانع يجيك لوا سافر بحفظ الله سافر وقت الغبشة ترجع باكر دارك الساحل يناديك كانت البيوت أول من نوعين حد من الطين وحد من السحف والاغلبيه كانت اغلبيه كلها كراجين وخيام وعرشان اخذ الاجام والسبله قدام العريش وانت مكيف جاي الاظهران انت نايم والهواء ها والقهاوي تصيح وانت تطلع من المسجد مره بيتك انت والله بيتك انت بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وبيت بيت حبيبتي كما تروح 10 بيوت داخلين متقهوين صح وايام رطب الناس تخرف من الفجر طب مخالف رطب ورطب قهوه هذا كان عاش الناس وترى منها في الغداء سحوا سمك والمشي اللي حصل بالليل عايش ساحل الحين وساحل لكن هذا يختلف الحين اهل البلد اكثرهم ماتوا الكبار ونحن ودرناها الحاره تبعنا بعد الغرب لما صارت مناطق صارت مناطق الغرب احنا بعد تحولنا المناطق هذه ضعيفه وبيوت صغار وماشي اماكن منظمه ولا شيء فجينا حد الهنبار وحد في الغيل شمول الغرب وحد في الطريب وحد في الرقيبه وحد غشبه وهذه مناطق صارت جديده تعمرت اول كان سيح خالي بس مهم ان نهتم بالساحل يعني اي طبعا نحن عندنا كانوا من افضل الناس سكان البحر واقدم الناس سكان اهل البحر ومن بعدهم عاد اللي ورا المناطق اللي فيها كان الناس اهل البلد هم سكان المناطق الساحليه اللي هم على البحر كل من أقدم واحد شوف ساكن على البحر واللي أنا جيت محصل على البحر أدور وراه واللي واحد زار بيت سواري هذا الشكل أقدم الناس أهل البحر اللي هم سكان مواجهة البحر